عوده ل10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم في ثالث واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، ودي الفقره اللي هنتكلم من خلالها عن موضوع اعتقد ان هو يهم ناس كتير جدا بصفه خاصه الرياضيين. فكره ان بعد ممارسه الرياضه، وخصوصا لما تكون الرياضه دي بتمارس بشكل منتظم، فكره او فرصه ان يبقى في الام في المفاصل في العضلات طبيعي جدا ووارد بل ومنطقي، لكن لما الالم يكون شديد زياده ويكون مستمر لفترات زمنيه طويله عن المعتاد، لا يبقى هنا معناه ان في اكيد مشكله ما، ضرر ما في المفصل، تمزق في الاربطه، مشكله ما في الغضاريف. فخلونا نتكلم عن يعني هذا الامر واهميته بالنسبه للرياضيين بصفه خاصه، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده الدكتور باهر السعيد المستشار العلمي لشركه باكس فارما اللي بنسعد دايما اكيد بوجوده معانا في البرنامج. اهلا بحضرتك فندم، صباح الفل عليك. كريم اخبار حضرتك ايه؟ تمام، صباح الفل ومبروك على جماهير النادي الاهلي. منور الدنيا يا فندم، اهلا بحضرتك. بتهيألي الى حد كبير عادي مع ممارسه الرياضه يكون في مشاكل او احساس بالالم في المفاصل، وخصوصا الرياضات الثقيله او اللي بتعتمد على اوزان زي كمال الاجسام ورفع الاثقال الى اخره، لكن طبيعي. امتى الموضوع يبتدي يكون مقلق؟ هو طبيعي جدا حتة الألم والإحساس بالألم، حتى أنت لو مش متعود تعمل رياضة حتى ورحت الجيم لأول مرة بتلاقي فيه تكسير في عظمك، ألم، كلام من ده واضح جدا. برضو ممارسة الرياضة بشكل خاطئ أحيانا، أو أنك بتحمل على نفسك حمل زيادة في الرياضات اللي حضرتك ذكرتها، رفع الأثقال أو أي رياضة بتحمل جامد على العظام والعضلات والمفاصل، لما بتيجي على نفسك وتاخد حمل انت ما تقدرش عليه او جسمك مش بتحمله، طبيعي بيحصل الالام، بيحصل تعب في المفاصل، مع الوقت بيحصل خشونه في المفاصل، وخاصه الرياضات اللي بيحصل فيها تحميل على الركبه بزياده طبعا. زي كره القدم طبعا. زي التنس ورفع الاثقال، ورفع الاثقال في رياضات كتير بيبقى التحميل على الركبه بيؤدي مع الوقت لخشونه الركبه. طبعا يبقى في مشكله لما يكون الالم مستمر مش قادر تتحمله، الالم بتصحى من النوم تعبان من الالم، يبدا بقى صوت الطرقعه والفرقعه في الركبه، بيحصل الم مش قادر تطلع السلم، بيحصل مشاكل بتعيق الحركه بتاعتك او بتعيقك عن ممارسه الرياضه، ساعتها طبعا لازم نلجا للطبيب في الحاله دي. تمام. طب هل يعني بالنسبه للناس اللي بتمارس الرياضات دي تحديدا اللي حضرتك تفضلت بيها، هل في اجراءات وقائيه او يعني انجاز التعبير برضو احترازيه لازم يراعوها وهم بيحملوا على المفاصل؟ تمام. اول حاجه طبعا اكيد، واكيد الرياضيين لازم بيلتزموا بده، انك في الرياضه تبقى بالتدريج، ما تيجي تشيل حمل ما تروحش تشيل حمل تقيل مره واحده طبعا. لما تيجي تعمل التمرين بتاعك لازم يبقى في احماء الاول طبعا. لازم تعتمد كمان على التغذية السليمة، النوم الكافي، انك تاخد نومك، ساعات النوم بتاعتك تبقى مناسبة برضو، كمان تشوف النقص عندك وتكمله. يعني مش معقولة يكون رياضي وبيعمل رياضات عنيفة ويبقى عنده نقص كالسيوم وفيتامين د مثلا. لازم تهتم بالمعادن والمكملات الغذائية حتى اللي تديك باور، تديك طاقة، تحافظ على عظامك وعضلاتك. طب احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على الرياضيين، تعالى ولو للحظات بعد اذن حضرتك نتكلم عن الاشخاص العاديين اللي مش بيمارسوا رياضه، بل واللي منهم بيعاني من السمنه، وفي تمام. بعض الاحيان السمنه المفرطه بكل وزنها وتحملها على الركب بصفه خاصه، برضو الناس دي تتصرف ازاي؟ هي دي السبب الرئيسي للخشونه، هو فعلا زياده الوزن، هو ده السبب، اهم سبب من اسباب الخشونه هي فعلا زياده الوزن. عشان كده انت قبل ما تعالج الخشونه مفروض تعالج الوزن طبعا. ازاي؟ المشكله الاساسيه تنظم طبعا. نفسك، تنظم اكلك، تعمل نظام غذائي صارم عشان تنزل الوزن قبل ما تحاول تعالج الخشونه طبعا. طيب بشكل عام بقى، يعني سواء للرياضي او لغير الرياضي، هل في ادويه معينه، علاجات معينه ينصح بيها لعلاج المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها دي؟ بالنسبه لخشونه الركبه بالتحديد، في مكملات غذائيه موجوده في السوق بتدي وقايه من مشاكل الركبه. يعني انت لو بتمارس رياضه مثلا والرياضه دي مرشح ان انت يجيلك منها خشونه ركبه، بتحمل على ركبتك كتير، ليه ما تاخدش مثلا حاجه زي الجلوكوزامين او الكوندروتين؟ دي مواد طبيعيه. الجلوكوزامين مثلا هو اصلا جسمنا او الركبه بتاعتنا من ضمن مكوناتها الجلوكوزامين، في حاجه بتدي ليونه للركبه،
فممكن طبعا مش هتعرف تجيبها من الاكل لان هي بتيجي من الـ الـ الاسماك القشريه، فصعب انك تجيبها من الاكل، فطبعا لازم تاخدها كمكمل غذائي، يبقى تدور على مكمل غذائي يحتوي على الجلوكوزامين، يحتوي على الكوندروتين. انا ما كنتش متخيل ان جزء من الحل جاي من مكملات غذائيه، انا كنت فاكر ان لازم يبقى في علاج موضعي دهانات. مش من خلال مكمل غذائي. الدهان بيبقى يعني مسكن، تسكين للالم. بالظبط تسكين، انما احنا بنتكلم على حاجه تدي ليونه للركبه، ليونه عشان السائل اللي حوالين الركبه اللي تضرر. الركبه لما بيحصل فيها خشونه عامله زي المفصله بتاع الباب اللي صدت. طبعا. فمع الوقت، مع الضغط عليها، مع القعده الغلط، مع التمرين الغلط، مع كبر السن طبيعي أكيد. لازم بيحصل ان المرونه دي بتقل، فاحنا بندي حاجه كمكمل غذائي تحاول تخلي المرونه دي ترجع تاني. ماده الجلوكوزامين، الهيالورونيك، الكوندروتين، الحاجات دي كلها بتدي ليونه للمفصل بحيث ان يتحرك بشكل طبيعي. طيب هل في فئه عمريه معينه لازم تبتدي تاخد بالها سواء بيمارسوا رياضه او لا، يبتدوا ياخدوا بالهم ويركزوا مع المفاصل ومع الغضاريف ومع النوع ده من الامور؟ هو للاسف احنا كان دايما عندنا اعتقاد ان كبار السن بس اللي بيجي لهم خشونه. لا، هو المفروض الخشونه اي سن معرض لو مارست تمارينك او مارست حياتك بشكل خاطئ، قعدت قعده غلط، بتحمل على رجلك، بتقفز مثلا قفزات شديده مره واحده، فما فيش سن للخشونه او تعب المفاصل. اهم حاجه انك تعمل او تحافظ عليها بالممارسه الصح للرياضه او الممارسه الصح حتى في حياتك اليوميه. طب هل في كورس معين حضرتك تنصح بيه الناس اللي بتعاني من المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها؟ هو دلوقتي احنا دايما بنشوف الناس دايما بتخاف من ادويه او مكملات الخشونه لان المستورد منها بيبقى مبالغ قوي في ثمنه، طبعا غالي جدا. وان وجد في بعض الاحيان دلوقتي في حاجات منتجات مصريه مميزه جدا، سعرها على قد الايد وفي نفس الوقت بكفاءه المستورد، بنفس الكفاءة والفاعلية. يعني وفروا فلوسكم يا جماعة، ما تجيبوش حاجات غالية قوي في السعر، لا، في حاجات مصرية مميزة. يعني مثلا كمثال في منتج اسمه جوينت بيكس، المنتج ده قوته خماسية، يعني خمس مواد فعالة، الخمس مواد دولا بيقللوا الإحساس بالألم وبيدوا وقاية من مشاكل الخشونة بشكل طبيعي آمن، مكمل غذائي في الآخر مفيش منه أضرار. فيه ميزة جميلة جدا، فيه مادتين يعتبروا بديل طبيعي للمسكنات. يعني الناس دايما بتخاف انها تاخد مسكنات عشان ما تأذيش الكلى، ما تأذيش الكبد، لا، في مادتين، حاجات عشبية مستخلص من الأناناس اللي هو البرومالين، والجينجر اللي هو مستخلص الجنزبيل. الحاجات دي مضادات التهابات طبيعية جدا. يعني دايما احنا بنتكلم عن الجينجر او مستخلص الجنزبيل كمسكن طبيعي للألم، حاجة طبيعية خالص، مفيش أي مشكلة، بالعكس حتى ما بتأذيش المعدة، ده مفيدة للمعدة. يعني حتى الناس اللي عندهم غثيان وإحساس بالقيء بياخدوا الجينجر لتقليل الإحساس بالقيء، فالجينجر ده ما بيتعبش المعدة وفي نفس الوقت مسكن طبيعي جدا للألم. البرومالين اللي هو من الأناناس، مستخلص الأناناس، البرومالين ده مضاد التهاب طبيعي للآلام، مع بقى الجلوكوزامين اللي هو بيدي مرونة أو ليونة للمفصل، مع الكوندروتين، وكمان الهيالورونيك، التركيبة الخماسية دي بتبني السائل أو تحرك المفصل بشكل طبيعي. جرعتها حبيتين كل يوم بعد الغداء، الاستمرار عليها فترات طويلة مفيش مشكلة، آمنة لمعظم الناس، يعني ما فيش منها أضرار. هي طبعا موانع استعملها، بس يعني لو واحدة حامل أو مرضع طبعا لازم بإشراف الطبيب. لكن غير كده الفئات العمرية كلها تقدر تتعامل معها، ما فيش أي مشكلة خالص، مأمونة جدا. الناس اللي عندها مشاكل في التهابات مثلا في جدار المعدة، ارتجاع في المريء، لا، جدار المعدة، أنا مثلا لو حد عنده قرحة في المعدة مثلا، طبيعي لازم هياخد حاجة للمعدة معاها، ده أساسي. يعني مش معقولة يكون عنده قرحة في المعدة وياخد أي دواء، حتى أي مكمل غذائي لازم ياخد حاجة للمعدة معاه. لو واحد مثلا عنده مشاكل كبيرة قوي في القلب، لا، لازم طبعا بإشراف الطبيب. إنما غير كده هي مأمونة، وطبعا لو حامل ومرضع لازم بإشراف الطبيب برضو. إنما هو استمرار عليها فترة طويلة مفيش منها أي مشكلة، آمن جدا في الاستعمال. الجوينت بيكس
اعتقد ان هو حاجه مثيل امن وفعال للحاجات المستورد المبالغ في ثمنها، وخاصه ان هو تركيبته خماسيه زي ما احنا شايفين شكل العبوه بتاعته، حاجه مميزه وسعرها اهم حاجه ان هي سعرها مقبول جدا وسعرها مناسب جدا لكل الاشخاص. والرياضي يقدر يستخدمه والغير رياضي يقدر يستخدمه. الميزه بقى كمان في حته ان هي ممكن تبقى للوقايه، يعني مش شرط اكون عندي خشونه، يعني انا بلعب رياضه وخايف يجي لي خشونه. أوكي. ناخدها فتره كل مثلا شهرين ونريح شهر لو انا واخدها للوقايه. لو انا رياضي وخايف من الخشونه. طبعا لو انا عندي خشونه وعايز حاجه كمكمل غذائي يساعد، هو ده وامن جدا ومفيش اي مشكله. في دايما عندنا موروث كده، يعني برضو خلينا نعرف من حضرتك مدى صحته او مدى دقته، فكره ان المنتج المصري بالمقارنه باي منتج قادم من الخارج، يقال او كان يقال على الاقل لفترات مش قليله ان الماده الفعاله اللي في الادويه عندنا بتختلف نسبتها وفي الكواليتي بتاعتها عن نفس الماده الفعاله في نفس الدواء لو كان جاي من بره. الى اي مدى الكلام ده مظبوط؟ انا هقول حاجه بسيطه خالص. اتفضل. انا راجل صيدلي بقالي اكتر من حاجه و20 سنه في المجال. تمام. 90% من الادويه اللي بنبيعها في الصيدليات مصريه. لو كان الدواء المصري سيء كنا بقينا كلنا في عداد الاموات من سنين. والدي ووالدتك كلنا بياخدوا دواء الضغط السكر على فكره المصري. الموروث اللي بكلم حضرتك عليه مش بس مرتبط بالادويه، ده مرتبط بمنتجات، يعني ممكن يبقى في براند معين شامبو، نوع شامبو مثلا معين، هو اللي موجود هنا، هو اللي موجود في امريكا، موجود في اوروبا الى اخره. في ناس بتقول لك لا انا بحس بفرق لما بستخدم نفس المنتج ده بس وانا جايبه من بره. عقده الخواجه بس تقريبا. دي فعلا لا او ده السبب الرئيسي، يعني عقده الخواجه. لكن على الاقل دوائيا فعال وزي الفل ومفيش منه اي مشكله. بالعكس التركيبه دي انا ما بشوفهاش في اي منتج مستورد موجود في مصر. التركيبه اللي قلناها دي مش هتلاقي منتج مستورد موجود في مصر فيه البرومالين والجنجر والجلوكوزامين والكوندروتين زي الجوينت بيكس. وبرضو عايزين برضو ننبه لحاجه، ان برضو الموضوع مش دواء خشونه بس، لا احنا برضو لازم نتابع نشوف اذا كان في نقص في فيتامين د، نقص في الكالسيوم، مهم جدا برضو مع دواء الخشونه او دواء المفاصل عشان نحافظ على مفاصلنا، ناخد برضو فيتامين د وناخد كالسيوم. معظمنا ما بيخرجش في الشمس كتير، معظمنا الناس بيجي لها برد كتير في الشتاء ليه؟ عشان ما بتعرضوش للشمس كتير. ففيتامين د مش مهم للعظام بس، مهم كمان للمناعة. فبرضو بنرشح مع دواء الخشونة ده ان الناس برضو مهم جدا ياخدوا حاجة فيتامين د. نفس البراند ده في منه حاجة مصري برضو اسمها فيدي بيكس، برضو ده فيتامين د مهم ومميز جدا وجرعته 2000 وحدة دولية، يعني ممكن يتاخد من غير تحليل، مش جرعة عالية ممكن تأذينا، لا جرعة بسيطة خالص للوقاية حتى من نقص فيتامين د. وبدل ما أخدنا فيتامين د يبقى لازم برضو ناخد نوع كالسيوم، وخاصة الناس كبار السن أو الرياضيين مهم ياخدوا فيتامين د وكالسيوم. ففي نوع برضو كالسيوم ستريت اللي هو أفضل أنواع الكالسيوم اللي في السوق في نفس البراند ده، يعني هو زي كورس متكامل، حاجة للخشونة اللي هي الجوينت بيكس، الفيدي بيكس اللي هو فيتامين د 2000، الكالسيوم ستريت تحت اسم سي دي زد بيكس، برضو ده من الحاجات المهمة جدا كحاجة تقينا حتى من هشاشة العظام. في يعني اي امراض تمنع استخدام هذا المنتج؟ يعني لو حد عنده مشكله في القلب، حد عنده مشكله في الضغط، في السكر، احنا زي ما قلنا هو مأمون، بس لو حد قرحه معده خلاص يبقى لازم ناخد حاجه للمعده او بمتابعه الطبيب بتاعه. يعني برضو لو حد عنده مشكله كبيره في القلب اساسي لازم هيكون ما هياخدش حبايه للصداع حتى من غير ما يرجع للطبيب بتاعه. انما احنا بنقول في الاخر هو مكمل غذائي، حاجه بناخدها للوقايه، آمن في الاستعمال، الجرعات بتاعته حتى فيتامين د اللي في الكورس ده الجرعة مش اللي هي عالية قوي اللي هي علاجية، لا هي جرعة وقائية، جرعة بسيطة. طبعا ممكن مضاعفاتها ان احنا ناخد حبيتين مثلا في فيتامين د يبقى 4000 لو كان في نقص حد في فيتامين د، انما ال 2000 ده جرعة بس وقائية. فالموضوع كله حتى نوع الكالسيوم اللي موجود في الكورس الكالسيوم ستريت هو نوع الكالسيوم اللي ما بيسببش
امساك، ما بيسببش اضطرابات في المعده عكس الكالسيوم كربونات اللي موجود في منتجات اخرى. فالحكايه كلها امنه ان شاء الله، وهتلاقوها فعاله، وصدقوني يمكن تركيبه مش موجوده حتى في المستورد اللي موجود في مصر. جميل. عارف حضرتك يا دكتور، ساعات بتبقى المشكله في ان الواحد لما بيكون موجوع، لو احنا بنتكلم مثلا على خشونه ركبه او مشكله في المفصل او ايا كان، فكره ان انا عندي الم يعني حاسس بيه في مكان معين، ما ببقاش عايز حاجه غير ان الالم ده يروح. صح. فبدور على العلاج الموضعي للمشكله، ما باخدش بالي قوي من اهميه بقى اللي حضرتك تفضلت بيه من شويه، فكره ان في امور تانية لازم ناخد بالنا منها. لازم الاسباب تتعالج. ولذلك برضو مع الدواء اللي بنقول عليه ده، لازم برضو تغير نمط حياتك. شوف الرياضه مثلا اللي انت بتلعبها، ايه الحمل اللي انت بتعمله بيعمل لك المشاكل دي، تحاول تتجنبه. برضو تمارس ممارسه صحيه عشان تساعد نفسك مع الادويه او مع المكملات الغذائيه اللي احنا قلنا. احنا في الاخر بنتكلم عن مكملات غذائيه، ما بنتكلمش على كيميكالز، ما بنتكلمش على كيماويات، بنتكلم على حاجات مكملات اكنها فيتامينات. في ناس بتبقى اول ما تسمع كلمه مكمل غذائي فتعتقد ان الكلام عن اما فقدان الوزن او محاوله اكتسابه، يعني المصطلح ده مرتبط ذهنيا عند ناس كتير بالاكل والوزن مش بعلاج. لا، الحاجات دي ما بتزودش وزن خالص. يعني عشان في ناس برضه هتفتكر زي ما حضرتك قلت كده. لا خالص، هي كلمه مكمل غذائي ان النوع ده او الكلام اللي اتكلمنا فيه بيسد النواقص، يعني الحاجات دي بتسد النواقص اللي عندك. حاجات طبيعيه ما فيش فيها اي كيميكالز نهائيا، فعشان كده هي امنه. لذلك احنا قلنا الاثار الجانبيه تعتبر معدومه ما عدا الحالات اللي قلنا عليها لازم طبعا استشاره الطبيب. دايما باخد بالي يا دكتور باهر ان من يعني من مميزات اي منتج لو كان مكوناته طبيعيه او الياف او الى اخره وما فيهاش كيميكلز على حد تعبير حضرتك. طب ما معظم الادويه ما هي في المقام الاول كيميكلز، وحضرتك ادرى مني طبعا. هي الادويه كيميكالز، بس برضه انا هنا مش بتكلم على الغضروف بقى والمفاصل، بتكلم على المبدا نفسه يعني. على فكره هي في ادويه برضه حتى المواد الكيميائيه نفسها بتبقى مستخلصه في الاخر من الطبيعه في الاخر. اوكي. يعني الحكايه كلها في الاخر بتلجا بتيجي من الطبيعه. البنسلين المضاد الحيوي اللي اتبنى عليه كل المضادات الحيويه في الاساس جاي من الطبيعه. فكل الادويه في الاخر بتلاقيها جايه من الطبيعه. بس هي فكره ان لما يكون الدواء مكمل غذائي يكون طبيعي خالص، بيبقى الاثار الجانبيه اقل بكتير من الكيماويات الكيميائيه، الحاجات الكيميائيه او الادويه الكيميائيه زي ادويه الضغط، ادويه القلب، ادويه السكر، الحاجات دي كلها ما ينفعش احنا نتكلم فيها اصلا كده، لازم اشراف الطبيب، لازم، لان بتتعارض مع حاجات كتير جدا. طبعا. انما الكلام اللي قلناه النهارده سواء فيتامين د اللي هو الفيدي بيكس او الكالسيوم او الجوينت بيكس، الحاجات دي كلها حاجات ما فيش فيها اولا تعارض مع حاجه، وفي نفس الوقت حاجه بناخدها للوقايه من المرض. ولو احنا الحاله، في ناس كتير تخاف اصلا، يا عم لا ده انا هيتعمل لي تغيير مفصل، لا مش عارف ايه، طب انا اوصل لكده ليه؟ من قبل ما اوصل للكلام ده، اول ما ابدا بالاحساس بشويه المشاكل بتاعه الركبه، المشاكل البسيطه حتى من البدايه، الحقها بمكملات غذائيه تحميني فيما بعد ان الحاله لا قدر الله توصل لتغيير مفصل، الحاله توصل لالتهابات شديده او ايا كان. اخيرا بقى دكتور باهر، عايز يعني في عجاله كده اناقش مع يعني اتكلم مع حضرتك في افه من الافات اللي موجوده عندنا ومن قديم الازل، فكره ان احنا ايه بننصح بعض بادويه واحنا مش متخصصين، لمجرد ان انا راجل صاحب مرض فعدت عليا ادويه بعينها وعندي صديق ليا بيعاني من نفس المرض فانا اللي برشح له الدواء، مش دي المصيبه، المصيبه اللي هو بياخده فعلا. لا، هي المصيبه كمان الى اي درجه الموضوع ده لازم يتغير؟ لا، في غلط جدا، غلط، وخاصه لما بنتكلم عن دواء برضه. يعني انت مثلا لو بتاخد مش مالتي فيتامين لا، لو دواء ده خطر طبعا. يعني واحده تقول ده فلانه كانت تعبانه واخدت المضاد الحيوي الفلاني بقت كويسه، اما اروح اجيبه ازاي؟ يعني فكره الاسراف في المضادات الحيويه، المسكنات عمال على بطال، الحاجات دي كده في منتهى الخطوره طبعا. طيب المنتج اللي حضرتك تفضلت بالكلام عنه بالتفصيل موجود في كل الصيدليات؟ موجود، وموجود الارقام بتاع الشركه موجوده على موجوده، وفي فريق كامل متكامل للرد على الناس، ممكن يتفضلوا يتصلوا في اي وقت، هيلاقي ناس متخصصه بترد عليهم. جميل. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتني في حلقتنا النهارده، وان شاء الله نشوف حضرتك مرات ومرات على خير باذن الله. والشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا، نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله، إلى اللقاء.